الحياة تتغير في لحظة وتغيرنا، لكن تخلينا نكتشف في داخلنا قوة ما كناش نعرفها. أنا إيمان صفاقسي وهذه قصتي. في صوت برا. الكابوس اللي عادة بينعاد، دايما بسمع صوت الانفجار وبرتفع لفوق، بعد بنزل، بس بنزل بصيح، بس انا بعد بفتح عيني بطمن اني انا بغرفتي، بعد بشوف الويل تشير جنبي فبعرف انه يلا هو كابوس بس تحقق منه شوي، لكن انا لسه هون. الحياة عاملة ازاي؟ كنت عاطية قيمة لحاجات ما كانوش يعني ولا شيء في الدنيا. نحن بنتنفس، هذا شيء عادي، انه بنمشي شيء عادي. لكن لا، هو مو شيء عادي. هو انا مفتقدة اني لما كنت بروح على الكورنيش اتمشى. هاي كثير مفتقدتها، مفتقدة أنا ألعب مع أولادي. مش اتوقع انه يوم يعني صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان راح يسلمني الجائزة. اللي حصل اليوم هذاك خليني نشوف في القدام وننسى اللي عشته. يعني من الاحلام اللي ضلي بحلم، لكن الحلمة اللي كانت في مخي سوبر وومن بس في الواقع. أكثر من فايتر راح تكون إيمان صفاقسي